لسه ما بتبان مظلمه بالليل رغم ان فيها نجوم كتيره جدا. عمرك سالت السؤال ده لنفسك؟ لسه ما بتبان مظلمه بالليل؟ انت عارف ان السؤال ده ليه علاقه بحقيقه جوهريه عن الكون. الفكره كلها ان الكون كان ايام الفلاسفه وايام ارسطو كان ايترنال، كان كون ازلي، وجودي كان كون لا نهائي. الكون ده فيه عدد لا نهائي من النجوم، نجوم دي كتيره جدا ماليه كل الفضاء اللي حوالينا. المفروض الضوء اللي جاي من النجوم دي كله يوصل في نفس الوقت للارض، بما انها ثابته لما يوصل للارض في نفس الوقت ينور الغلاف الجوي بتاعنا بنور شبه الفجر او نور شبه غروب الشمس عندنا. لكن الكلام ده ما بيحصلش، يا ترى ليه؟ مظلمة السماء المظلمة بالليل كانت بتشغل بال الفلاسفة والفيزيائيين من بداية التاريخ، وفضلت المعضلة دي مستمرة لحد ما جه العالم الكبير هنري أولبرز عشان يعمل ديسكريبشن أو وصف تفصيلي لمعضلة ليه السماء بتبان مظلمة بالليل. اللي عمله أولبرز كالآتي: الفكرة كلها إن الكون بتاعنا انفينيت، الكون بتاعنا لا نهائي، وبما إنه لا نهائي في عدد من النجوم فيه لا نهائي، النجوم دي ثابتة في مكانها ما بتتغيرش. لو إحنا رسمنا دايرة أو كورة بتمر بالنجوم قريبة مننا بطريقة معينة على بعد معين مننا حوالينا كده، النجوم دي بتبعت الضوء بيوصل لنا بسرعة ثابتة في نفس الوقت. المفروض ان النجوم دي كلها تنور غلاف الجو. كذلك النجوم الابعد منهم شوية، لو احنا خدنا كورة القطر بتاعها ضعف قطر الكورة الاولانية دي، الضوء اللي جاي من النجوم البعيدة دي هيوصل برضو كله، رغم انه هيبقى ضعيف بس هيوصل برضو كله في نفس اللحظة وهينور لنا السماء بتاعتنا. اذا الضوء اللي هيوصل من كل النجوم دي هيوصل عندنا في نفس الوقت ينور السماء. بس الكلام ده ما بيحصلش. عشان نعرف الاجابة ليه الكلام ده ما بيحصلش وليه السماء بتبان مظلمة، تعالوا نرجع شوية لنظرية النسبية العامة بتاعة أينشتاين. النسبية العامة بتقول ايه؟ الفكرة كلها ان نيوتن كان بيقولك عشان الشمس تجذب الارض، الجاذبية دي عبارة عن instantaneous force، قوة لحظية، اول ما الشمس تظهر في الفضاء تخلي الارض تلف حواليها. الكلام ده بيحصلش في النسبية العامة. الجاذبية عند أينشتاين عبارة عن ان المكان والزمن بينحني ناحية المد، بمعنى لو ان احنا عندنا الشمس موجودة فوق ملاية، الشمس اللي موجودة فوق الملاية دي بتخلي الملاية التانية ناحيتها. فلو انا جبت كورة زي الارض كده بنلاقي الارض دي بتلف في الخط المنحني ده. ده بيعني ان الكون ليه جيومتري او هندسه معينه. اللي بيوصف ازاي الانحناء ده بيحصل نتيجه الكتله هي معادلات المجله اينشتاين. اتضح ان معادلات المجله اينشتاين او اينشتاين فيلد ايكويشن دي بتتغير مع الزمن. ده معناه ان الكون بتاعنا بيتغير، الجيومتري دي بتتمدد او بتنكمش مع الزمن، بيحصل تغير للجيومتري دي. الكون كده بقى عامل زي البالونه، البالونه دي بتتغير مع الزمن. ايه احتمالات التغير ده؟ يا اما يكون مفيش تغير اصلا، يا اما الكون يكون ثابت، يا اما الكون بتاعنا يكون بينكمش، يا اما الكون بتاعنا يكون بيتمدد. اينشتاين طبعا رفض فكره ان الكون بتاعنا يكون بينكمش، ورفض فكره ان الكون بيكون بيتمدد نتيجه الموروث الثقافي والفلسفي عن ارسطو، ان الكون بتاعنا لازم يكون ثابت. لو الكون بتاعنا بيتمدد هيكون بيتمدد فين؟ فاينشتاين رفض فكره التمدد دي او الاكسبانشن بتاع اليونيفرس، وحط ثابت من عنده كده يوقف التمدد ده، وبقى بيؤمن بفكره الاستاتيك يونيفرس او الكون الثابت. لحد ما جه شاب صغير اسمه ادوين هابل. ادوين هابل ده كان خريج كليه حقوق وكان مغرم بالفلك، استخدم احدث التلسكوبات في العالم عشان يدرس طبيعه الكون. بص للمجرات اللي حوالينا ولقاها بتعمل حاجه اسمها ريد شيفت او ازاحه ناحيه الاحمر. يعني ايه ازاحه ناحيه الاحمر؟ تعالوا نرجع يا جماعه لظاهره في الصوت اسمها توبلر افكت. الفكره كلها ما بيكون عندك عربيه اسعاف بتقرب منك، بتسمع سرينه الاسعاف دي التردد بتاعها بيزيد، معدل ضربات السرينه دي بيزيد. لما بتبعد عنك او بتمشي بعيد عنك معدل الضربات دي بيقل. ده بيسموه توبلر افكت، ان التردد بيزيد في حاله لما الجسم او المصدر ده يقرب منك، والتردد ده بيقل لما المصدر ده يبعد عنك. الكلام ده بيحصل في الضوء بالظبط تحت بند اسمه ريلاتيفست توبلر افكت او تاثير دوبلر النسبي. لما يكون عندي مصدر للضوء، الضوء ده المصدر ده اللمبه دي او الشمعه دي بتبعد عني بسرعه كبيره، الضوء اللي انا بستلمه منها بلاقيه بيحصل له ازاحه ناحيه الاحمر، الضوء بيميل للاحمرار. بعرف الكلام ده منين؟ لما اقارن الشمعه دي بشمعه ساكنه ما بتتحركش في المعمى. كذلك الشمعه دي لو بتقرب مني بسرعه كبيره جدا بلاقيها بتميل ناحيه الازرق، بتعمل حاجه اسمها بلو شيفت. ازاحه ناحيه الازرق يعني الضوء اللي جاي منها بيميل ان هو يكون لونه ازرق. البلو شيفت دي او الازاحه ناحيه الازرق معناه ان تردد الضوء زاد، معناه ان تردد الضوء زاد بدرجه كبيره جدا. لما المصدر ده هيبعد عني بسرعه كبيره جدا ويحصل له ريد شيفت او ازاحه ناحيه الاحمر، معناه ان التردد بتاعه انخفض، وده تاثير دوبلر النسبي او ريلاتيفستك توبلر افكت. الكلام ده شافه هابل ازاي؟ هابل لقى ان في ريد شيفت او ازاحه ناحيه الاحمر بتحصل من المجرات البعيده عننا، ده معناه ان المجرات دي بتبعد عننا بسرعه كبيره. لقى ان كل ما عمق المجرات دي يزيد، كل ما المجرات دي تبقى ابعد، الريد شيفت او الازاحه ناحيه الاحمر من الضوء اللي جاي منها بيبقى ازيد. ده معناه ان كل ما المجرات تبقى ابعد مننا بتتحرك بسرعه اكبر بعيد عننا، بتهرب مننا بسرعه اكبر. يعني معناه لو احنا رسمنا دايره بتمر بالمجرات دي هلاقي ان الدايره دي بتبدا تتصارع، بتتمدد بتصارع. ده بيديني فكره عن تمدد
تمدد الكون او الاكسبانشن اوف ذا يونيفرس، ان الكون بيتمدد. هابل طلع النتائج بتاعته دي ونشرها وواجه بيها اينشتاين، لدرجه ان اينشتاين اعتبر ان ده الخطا الاكبر في حياته. الكلام ده ايه علاقته بان السماء بتبقى مظلمه؟ الفكره كلها ان النجوم اللي حوالينا مش على بعد ثابت مننا، ففي نجم يبعت الضوء بتاعه يوصل الاول، الكون طبعا بيحصل له تمدد، يوصل للضوء الثاني من النجم الثاني بعد ما يكون حصل التمدد ده، فبيخلي بما ان المسافات متباينه بين الستارز بين النجوم ما بيخليش الضوء كله يوصل في نفس اللحظه، الضوء كله ما بيوصلش في نفس الوقت، فبالتالي ما بيلحقش يتداخل مع بعض، وما بيلحقش يكومباين، ما بيلحقش يتجمع عشان نور لنا الغلاف الجوي. وده تفسير ليه السماء بتبقى مظلمه. تخيل ان تفسير السماء بتبقى مظلمه ده كان قدامك كل يوم، قدامنا بقى لنا 10000 سنه، نيجي نبص بالليل نلاقي السماء مظلمه، والسماء المظلمه دي هو الدليل على ان الكون اللي احنا قاعدين فيه هو كون دايناميك، كون متحرك، مش كون ستاتيك، مش كون ثابت. في سؤال واحد، ليه مش بنحس بالتمدد؟ الفكره كلها ان تمدد الكون بيحصل على الابعاد الكبيره جدا، الابعاد بين المجرات. عمرنا ما هنصحى مثلا نلاقي القمر اتحرك بعيد عننا او الشمس جرت بعيد عننا، لان التمدد ما بيحصلش في السكيل او المقاسات الصغيره دي، التمدد بيحصل على الابعاد الكبيره للكون، على اللارج سكيل بتاع الكون، بيحصل بين المجرات وبعضيها، بين عناقيد المجرات الكلاستر اوف جالاكسيز وبعضيها، عناقيد المجرات وبعضيها. فمن هنا التمدد احنا ما بنقدرش نحس بيه.